يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصر. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. ربما بدأت العزومات الرمضانية وبدأت الموائد الرمضانية المختلفة، وكلنا عارفين أننا يعني كمصريين عندنا تقاليد كده مختلفة في الفطار في رمضان. عندنا مائدة رمضانية ربما تكون متميزة جدا عن كل العالم العربي، بتبدأ بمجموعة من العصائر ويبقى فيها يعني عدد كبير من الوصفات، وبتنتهي بصنية من صواني البسبوسة أو الكنافة. فإحنا يعني عندنا أكتر من حاجة بنعملها، أو المطبخ الرمضاني عندنا في مصر عنده أكتر من صنف بيعمله. سؤالنا النهاردة بالتأكيد، عندك عدد كبير جدا من الأكلات اللي بتخش تحت بند المفضلة، الأكلات المفضلة إليك. سؤال النهاردة، إيه هي أحسن أكلة ممكن تعملها في شهر رمضان وعمرها ما خيبت معك؟ إيه هي الأكلة يا منة اللي تقدري تقولي إن هي أكلتك المفضلة أو الأسهل، يعني إن أنت لو عملتيها بتطلع زي الفل؟ اطلب واتمنى. اللهم صل على النبي. بس بعدني عن الحلويات، بحبش أهدر فيها مجهودي. بحس إنه يعني خلاص بقى أنا عملت طواجن شغال، شوف أنت عايز إيه. محاشي، أعمل الخلطة بس كده، مش هقعد الف يا مصطفى ورق عنب وكرنب واضيع 4 ساعات علشان يخلصوا في 15 ثانيه. لا مش هعمل كده، لكن اعمل الخلطه وحد يساعدني يلفها. القصه كلها مش قصه انت ايه الاكله اللي عمرها ما خيبت معاك، انت طول ما انت قاعد ومركز وبتعمل بحب وبود. انا ما بعرفش اصلا اعمل مقادير، يعني انا مش من الناس اللي اقول لك حط نص كوبايه مش عارفه ايه، لا انا بطبخ بالنظر بالاحساس. مامتي كده وجدتي كده، ما هو كده يعني فمعرفش اقول حط نص معلقه مش عارفه ايه وبهارات ايه. انا مش من الناس اللي بهاراتي كتير في الاكل، بحس ان بتضيع طعم الاكل لو انا حطيت بهارات كتير قوي ومش عارفه. يعني هي بقى لنا فتره كده طالع قوي بالذات في برامج التلفزيون الخاصه بالطبخ، مش عارفه معلقتين ايه وكمون وبابريكا وحاجات كتير قوي ما كانتش بهارات موجوده عندنا في المطبخ المصري، فمضيعه طعم الاكل اللي احنا متعودين عليه كنا في بيوتنا. يعني انا فاكره كويس قوي ان جداتنا وجدودنا كنا لما نيجي ناكل في بيوتهم كنا بناكل الاكل متبهر بملح وفلفل، شويه اكلات بيتزود عليها كزبره مثلا لو حاجات من اللي بيتحط فيها توم وبتاع، ده الحاجه الاكسترا. الكمون مع الاسماك او مع البقوليات. غير كده دخلت بقى كميات كتيره جدا من البهارات، ضيعت الشكل بتاع او الطعم الاصيل بتاع زمان، او الطعم اللي انت كنت بتعود تاكله في بيت اهالينا زمان. أيوة. فانا برجع للشكل ده من الطبخ. لما باجي اعمل اكله بعملها على قديم، حلوة، وبستخدم سمنتها يعني مش بعملها هيلثي، لا مش دايما. بتفرق قوي. انت بقى أكيد. بتعرف تعمل ايه؟ لا انا ما اعرفش اعمل، انا باكل بصراحه. صح وانا لكن بس انا طبق سلطه. لا انا بعمل طبعا السلطه والعصاير والحاجات دي. طبعا تاخدي شويه كركديه، كل الكلام ده سهل جدا، لكن بالنسبه لي الاكله المفضله فراوله في الخلاط، احنا الفراخ بالبطاطس، شويه رز بشعريه، يا سلام، بارك الله في مرزق، يا سلام، حاجه يا يعني سلام. بسيطه وسيمبل و طيب، ما في احتراف اهو، في اداء، في طبعا. طيب خلينا نعرف بقى الناس بتعرف تطبخ ايه، وندردش معاهم ونسمع آرائهم ونشوف يمكن يعني يدونا وصفة جديدة وأكلة جديدة، يقولوا لنا يعني بيعملوا ايه في خلال ساعات النهار، بالذات ربات البيوت اللي بيتفرجوا علينا اكيد عندهم وصفات مختلفة وحاجات مختلفة كتير. يعني ايه اكتر أكلة ممكن تعمليها في رمضان، او اكتر أكلة ممكن تعملها في رمضان وعمرها ما خيبت معاك؟ وفي اصلا حاجة اسمها كده، في أكلة عمرها ما خيبت معاك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم، هنستعرضها معاكم في خلال حلقة النهاردة. صباح الفل عليكم، صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، ونروح نتعرف منها علي هي اخر اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لمياء الطباخه الماهره اللي كل الناس عارفه اكلك الحادق اللي خطير اللي ما حصلش، قولي لنا ما بتخايفش منك ايه؟ هو بصراحه انا بحب، يعني بحب المطبخ قوي وبحب اطبخ كتير، بس ماليش ابدا في الحلويات، يمكن عشان مش بحبها قوي. صديقتي الحلويات دي انا باكلها بس في رمضان كده عشان هو طقس،
لكن بقيه السنه ماليش في الحلويات، انما ليا في كل الحوادق بقى، مكرونات اوكي، والمحاشي احب بيهاتيلي الخلطه بتاعتك وانا هحشي لك. عندي طول بال ان انا ارص المحشيه جنب الثانيه واظبطها، ولو مش مظبوطه افكها والفها ثاني. هو ده التكامل عندنا. صباح الخير يا مصر، بنكمل بعض. عندي طول بال وطاقه ان انا ارصها كده مظبوط. فانا بحب قوي كمان المكرونات بكل اصنافها والسلطات، بحب اعمل سلطات كده كتيره ومختلفه واجرب بقى في ماما وابني. انا بشرف عليكم. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان. وخلونا نستعرض دلوقتي مع حضراتكم الجوله المروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي مع الناس اللي بدات تنزل. ونبدا جولتنا من الكورنيش، هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد. اما كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه بسيطه لحد غامره. اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه برضو لكن بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان كوبري اكتوبر شهد كثافات مروريه للسيارات اللي قادم من الجيزه واخد اتجاه مناطق وسط البلد. في كمان كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي بسبب زياده احمال السيارات، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت كمان كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعه وصولا للدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. هنبص وماشيين كمان لحد نفق الملك الصالح، بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، وهناك برضو بعض الكثافات عند كورنيش النيل، وبدات كمان تزيد عند المظلات والساحل ومنطقه وسط البلد. ودي كثافات طبيعيه بسبب زياده اعداد السيارات في الوقت ده. اما المتجه للكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه. هنروح لمحافظة الجيزة، وبالتحديد نبدأ من شارع الهرم، في كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا أن في تحويلة مرورية على لمحور المهندس شريف إسماعيل، والعودة مرة تانية للمحور. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية، القادم من إزراعي وبتظهر فيه هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية إزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر في الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. خلونا نتابع جولتنا المروريه ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيوله مروريه في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات النتيجه المعتاده او الكثافات المعتاده في ساعات الذروه الصباحيه زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبيه بسيطه وبتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح لطرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيوله مروريه، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهوريه فيه كمان كثافات مروريه ومكمله لحد اخر الشارع. خلصت جولتنا المرورية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 26 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 34 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا كالمعتاد نبتدي باهم الاحداث اللي حصلت امبارح، وابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه للرئيس نيكوس خريستو دوليدس رئيس قبرص، وتم عقد لقاء صحفي مشترك اكد فيه سياده الرئيس على ثوابت رؤيه مصر حول اهميه تحقيق الامن والاستقرار في منطقه الشرق المتوسط. صحيح، وامبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه توافر المخزون الاستراتيجي للدوله من كافه السلع الغذائيه الرئيسيه. كمان ايضا تم اعلان ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب
مدير عام منظمة اليونسكو. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص. اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدين البلدين، وثمن الرئيسين التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية ومشاهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة. امبارح في المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كمان أكد سيادته على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية، وفي مستهل اللقاء جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية اللي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من 2025 ل2029 كمرشح لجمهورية مصر العربية، وعبر الدكتور خالد العناني عن اعتزازه الشديد بهذا الترشيح. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأنه يكون يوم الاثنين الموافق 17 إبريل أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وده للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. امبارح وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ المهام المكلفة بها بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة، نفذت القيادة العديد من الأنشطة على مدار شهر مارس الماضي للتدريب العملي المشترك على إدارات الأزمات والكوارث وعقد لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بالمشروعات القومية لشباب الجامعات. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات التي حدثت بالأمس، منها انطلاق مبادرة فطارك غير واللي بتستهدف توزيع كراتين للمواد الغذائية في محافظة الغربية، ومنها أيضا توقيع عقود تدعيم للشبكة الكهربائية في محافظة أسيوط بتكلفها بلغت 823 مليون جنيه. كمان امبارح في المحافظات تم تحصين 550 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في البحيرة، وتنفيذ 36 مشروع للشباب بتمويل أكثر من 7 مليون جنيه في المنوفية، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي أعلنت فيها إدارة السياحة في المحافظة فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة أميرات الفراولة للأطفال واللي هتنطلق فعاليتها ضمن الاحتفال بأعياد الربيع. في الغربية تم إطلاق مبادرة فطارك غير واللي بتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وبيصل وزن الكرتونة ل 14 كيلو، وبتضم السلع الغذائية الأساسية زي الرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة. في أسيوط تم توقيع عقد لتدعيم الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية. تضمن العقد إنشاء محطة محولات دشلوط بتكلفة 823 مليون جنيه.
في البحر الأحمر انطلقت أعمال القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، وهتستمر لمدة يومين في قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجة، بعد أن استمرت أعمالها يومين بمنطقة الأمل بمدينة القصير. في البحيرة بتواصل مديرية الطب البيطري تحصين المشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ولحد دلوقتي تم تحصين أكثر من 550 ألف رأس مشية منذ إطلاق الحملة. في المنوفية وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر مارس الماضي 63 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وده من خلال تنفيذ 36 مشروع بتمويل أكثر من 7 مليون جنيه. في سوهاج تم فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية اللي بتسهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة حصولها على المركز الأول بين محافظات الجمهورية في تنظيم الأسرة وفق تقارير معدلات الأداء الخاصة بتوفير وتقديم وسائل تنظيم الأسرة في أنحاء المحافظة. في قنا وزعت مديرية التضامن الاجتماعي 845 كرتونة مواد غذائية على 4225 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، وده ضمن مبادرة كتف في كتف. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نقرا معاكم تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده، ايه احسن اكله ممكن تعملها في رمضان وعمرها ما خيبت معاك؟ خلينا ناخد شويه تعليقات. عبد الحكيم فهيم الحايس بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم. بصراحه انا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي، لكن عندي بنتي وزوجتي ما شاء الله عليهم شيماء وبسمه، اي اكله بتظبط معاهم طعم وريحه. في ناس بتاكل بالريحة قبل ما تاكل بالطعم، هي رائحة الأكل اللي إما تقول لك تعالى إما تقول لك خلاص مش قايل. عنوان المطاعم بالظبط كده. رمضان عبد الخالق يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، أحلى حاجة بعرف أعملها طبق السلطة وطبق الكشري، وهو ده حل زي الفل. طبق السلطة ده هو الكيو كده بتاع الأكلة اللي عندك، طبق سلطة. لا هو الرجالة دايما يعملوا السلطة والعصير والحاجات اللي متحيق كويس. أيوة. يبقى انت هتعرف تاكل أكلة كويس. صح كده. ومية سلطة تفضل تحطها على الأكل، يا سلام. طيب زهرة العشاء بتقول صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، صينية الكنافة وصينية الرقاق، عاش يا زهرة. أحمد الشامي توب فان لصفحتنا بيقول كل سنة وحضراتكم طيبين، التمر المجفف بالليمون مش التمر البودرة. أول مرة أعرف. أنا مش عارفة الفرق ومش عارفة إيه التمر المجفف بالليمون. ده بقى فيه أشياء كتير ظهرت عند العطار ف ممكن. طيب شمس النهار صباح السعادة والرضا عليكم، رمضان بيحب الأكلات اللي تفتح النفس زي الجلاش باللحمة المفرومة والسمبوسك والحلويات الشرقية، وطبعا هي أساس رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبة يا شمس النهار. مصطفى الهادي ما بعرفش اطبخ، بس مهمتي ان انا اساعد والدتي في طبق السلطه وعمره ما خيب معايا، والدتي بتحب السلطه من ايدي، ربنا يخليها لك يا استاذ. كابتن عبد المعز محمد بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر الحبيبه من قريه سدود في المنوفيه، انا بعمل احلى بلح باللبن على الفطار واحلى طبق سلطه واحلى شويه سحور بس على الرايق، ربنا يرحم امي كانت بتعمل لي احلى اكل، دعواتكم ليها بالرحمه والمغفره الحسنه هي وابويا، ربنا يرحم موتانا جميعا وتسلم ايديك مقدما على كل الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها. ابو عبد الله بيقول احسن اكله بعملها هي ورق العنب. صعبه صعبه صعبه، ده ليفل الوحش ده، مش اي حد يعرف يعمل الكلام ده يعني ما اعرفش الف ورق العنب بس. شوف بقى ازاي يعني انت وصل لمرحله جامده جدا. عاش يا ابو عبد الله والله. ايوه. طيب جاد حموده بيقول اكيد طاجن الباميه الخضراء مع الموزه البلدي ومعاهم طبق السلطه بالفلفل الحار، يا سلام. اللي ياكل بقى الاكل سبايسي ده ذويق. لا ده انت بس عشان من الصعيد. لا انا من البحيره، ده انا من الارياف والله. ما هو الصعيد يحبوا الحراق، الاكل الحراق. طيب يعني ما اعرفش، انا ما بحبوش، بس في ناس فعلا ده جميل. ده انت تحس بيه بقى وتحس بكل، عارف بيفتح المسام بتاعه التذوق فبيخلي التيست بادز كده او اللي هم مجسات التذوق المسؤولين هم اللي تخليك تعرف تتذوق الاكل. مش عارف. ابو محمود بيقول هي يعني حاجات وحاجات. ابو محمود بيقول احسن حاجه بعملها
صينية البطاطس باللحمة. يا سلام. علاء الدين بيقول بعمل مكرونة بالبشاميل ولحمة مفرومة وكل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانت بألف صحة وخير يا علاء. يسري دوما بيقول ان هو بيعمل الحاجات الأساسية، بيقول انا بجيب المية والتمر واللبن ويعني بعمل الأشياء. طب انت عارف بقى ان دي اكتر حاجه بتقع مني على سفره رمضان؟ هي السوائل اهم بقى حاجة. اهتم بالحاجات التانيه والحاجات الاساسيه اللي بنبتدي بيها. كلفي بقى مروان هو اللي اشتغل في القصه دي. طيب يحيى ابو علاء ابو العيلة برضو بيعمل حاجه مش سهله، ده هتطلع سهله من اي حد. بيعمل الرز، احسن اكله بيعملها هي الرز. مش اي حد على فكره يعرف يظبط الرز. الرز له طريقه ويبقى يطلع مفلفل ويطلع تمام ويطلع مش معجن. مش اي حد يعمل الرز. عاش يا يحيى والله. والله في حساب برضو اسمه مزاجنجي صاحب مزاج. طب بس تخيل بس الاسم هيطلع اكل ايه. بيقول بقى صباح الخير عليكي منا ومصطفى على كل اهل مصر، احلى اكل ليا على السحور فول بالصلصه والبصل والفلفل الالوان، ملح خفيف فلفل اسود خفيف، والطبخ يكون بزيت الذره وتتسبك صح. هو بصراحه الله اكبر عليه يعني. الكلام جرري بس انا لو انا هزود شويه فلفل اسود. طيب سونيا ابو جبل بيقول ما خبيش عليكم انا انسان مش موفق، لكن بعرف اعمل الشعريه الجاهزه وهي اللي بتظبط معايا دايما طول الوقت. بالهنا والشفا، ما دام انت بتعرف تعملها وانت مبسوط بيها يبقى تسلم ايدك. اخر تعليق معانا نور الامل بتقول مكرونه بالبشاميل عملتها مره واحده ونجحت معايا وما رضيتش اعملها تاني لا تخيل. عموما دي اجابات مختلفه متنوعه، كل واحد يعني بقى محترف في اي وجبه بالتحديد. ايه هي الوجبه اللي تقدر يعني لما بتعملها بتعملها صح، ولما بتعملها عمرها ما بتخيب معاك؟ ده سؤال سهل. اكيد في وجبه بالنسبه لكم يعني زي ما بيقول كده ايه بتعملها بصبع رجلك الصغير، اسهل حاجه بالنسبه لك. ايه هي الوجبه دي؟ بتعملها ازاي؟ بتعملها في قد ايه؟ ناقشنا وكلمنا واكتب لنا على صفحتنا على الفيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم هنناقشها بالتفصيل لغايه الساعه 10. خلينا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم باقي فقراتنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافي على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس. الصبح بيبقى حر شوية وبالليل بيبقى برد شويتين، فطمنينا إيه الأخبار ده الأخبار دي، وهل إحنا متأثرين بمنخفض جوي ولا مرتفع جوي ومكملين أو مكمل معانا الأجواء دي لحد يوم إيه؟ هو إحنا تحديدا اليوم الخميس هيكون لسه في انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وخاصة في المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وده بسبب ان احنا بنتاثر بمرتفع جوي موجود على سطح الارض. المرتفع ده مع السكه الهوائيه الشماليه هي اللي هتؤدي لانخفاض درجات الحراره عن الايام الماضيه، لكن زي ما بنقول هو انخفاض طفيف ومؤقت لان فتره النهار فيها زياده لفترات استطلاع اشعه الشمس، فبالتالي احساسنا بالطقس ما زال طقس مائل للحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس دافي مائل للدفء على سواحلنا الشماليه، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون خلال فترات النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 26 درجة مئوية، يعني تقريبا نفس الأجواء اللي احنا عشناها بالأمس، لكن خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بنحسه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وفرق بين فترة النهار وفترة الليل أحيانا في بعض المناطق بيتجاوز ال 15 درجة
درجة مئوية، على القاهرة الكبرى بيتجاوز العشرة والـ 12 درجة مئوية. فأجواء فترة الليل رغم أن درجات الحرارة بدأت تتحسن وبدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 15 و16 درجة مئوية فترة الليل، لكن لسه بنحس بالأجواء الباردة خلال فترة الليل على أغلب أنحاء الجمهورية. كمان اليوم تكونت شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكنها تلاشت فور سطوع أشعة الشمس. متوقع اليوم كمان يكون في نشاط لرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وايضا بعض المناطق من غرب البلاد واقصى غرب البلاد، يعني مناطق من السلوم، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه تحديدا في الصحراء الغربيه وبعض المناطق من السلوم. مره اخرى درجات الحراره هتعاود في الارتفاع من غدا الجمعه ان شاء الله، لان هنبدا نتاثر مره اخرى بالكتل الهوائيه الجنوبيه. طب الارتفاع في درجات الحراره ده مكمل معانا بقى لاخر رمضان ولا هيحصل فيه برضو تغيرات جويه؟ هو متوقع ان الارتفاع القادم ان شاء الله هيكمل معانا لحد يوم الحد اللي جاي ان شاء الله، هيبقى في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، وتدريجيا مع يوم الاثنين تبدا درجات الحراره تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعيه، نرجع تاني نسجل درجات حراره 26 و27 وتعتبر دي المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الجمعه والسبت والحد متوقع الأزمة على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية فترة النهار، فهنحس بشكل كبير بالأجواء الحارة فترة النهار. كمان مع يوم السبت والحد هيكون في نشاط لرياح، نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة لأن سرعاته بتتجاوز ال 30 وال 40 كيلومتر على الساعة، فناخد بالنا من الأتربة والرمال المثارة وتحديدا يوم الأحد القادم. في فرص كمان لسقوط الامطار على بعض المناطق ممكن نشوفها مع يوم الجمعه بالليل ويوم السبت ان شاء الله، لكن هتكون في بعض المناطق اقصى غرب البلاد او بعض المناطق من حلايب وشلاتين، مش هتاثر على القاهره الكبرى او محافظات الوجه البحري باذن الله. احنا لسه في فتره التقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، يمكن فتره النهار وفتره الليل ملاحظين احنا الاختلاف الكبير من فتره النهار وفتره الليل، كمان الاسبوع الواحد بين ارتفاع وانخفاض، فمهم جدا ناخد بالنا. حتى الان ما فيش اي ملابس صيفيه على الاقل فترات النهار، اكيد هنضطر نخفف الملابس، فهتكون ملابس خريفيه فتره النهار، فترات الليل لسه واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت لان احنا هنحس بالبروده فترات الليل لسه، يعني لانتهاء شهر 4 ان شاء الله. كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا هنخرج خلال الايام القادمه لازم نرتدي الكمامات ونصطحب معانا كمامه واحنا خارجين. مهم كمان فترات النهار بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، خاصه الجمعه والسبت والحد، لان هنلاحظ الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. طب كلمينا طيب عن الرطوبه، حالتها هتبقى عامله معانا ازاي مع ارتفاع درجات الحراره اللي موجوده دلوقتي؟ هو طبعا الحمد لله ان نسب الرطوبه منخفضه خلال هذه الايام، لان احنا بنتكلم ان الكتل الهوائيه هتكون قادمه من مناطق صحراويه، فانخفاض نسب الرطوبه الكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه فيها انخفاض كبير في نسب الرطوبه، فبالتالي ما فيش احساس كبير بارتفاع درجات الحراره زي اللي بنحس بيه في فصل الصيف بسبب انخفاض نسب الرطوبه فتره النهار وفتره الليل. يمكن كمان انخفاض نسب الرطوبه فترات الليل هو اللي بيساعدنا على الاحساس بالاجواء البارده حتى الان، لان في انخفاض كبير في نسب الرطوبه فتره الليل، فبالتالي درجات الحراره لسه بنحس بيها منخفضه رغم ان هي بدات ترتفع عن الايام الماضيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 26 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 26-18، اسكندريه 25-18، العلمين الجديده 26-17، مطروح 26-13، دمياط 23-18، بورسعيد 23-17، اسماعيليه 26-15، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 16، العريش 24-15، كاترين 22-8، طابا 26-16، حلايب 27-16، شلاتين 32-18، شرم الشيخ 30-18، الغردقة 31-16، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 17، بني سويف 27-18، الوادي الجديد 32-16، أسيوط 24-15، سوهاج 30-16، قنا 34-16، الأقصر 33-17، وأخيرا أسوان 33 والصغرى فيها 18. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان كانت توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لكلامك.
دلوقتي جمعنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في ختام الجوله 23 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هجرية 2023 ميلادية لاختيار الفائزين بالتأشيرات، وده بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي. وتعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، وكمان توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج لأماكن تأدية المناسك وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة. النهاردة رابطة خريجي جامعة عين شمس هتطلق أمسية رمضانية مميزة بعنوان خان الزعفران بساحة الحرم الرئيسي للجامعة. الأمسية بتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة اللي هتبدأ الساعة 8:30 بالليل، وبتشمل سحور رمضاني وتخت شرقي لفرقة كلية التربية النوعية وكورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، بالإضافة للاستمتاع بعروض التنورة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ختام الجولة 23 من عمر المسابقة بلقاء بيجمع ما بين فريق فيوتشر مع فريق الاتحاد السكندري الساعة 9:15. موجز لأهم الأخبار الفنية بصحبة زميلتنا لمياء حمدان. لمياء، شكرا لك يا مصطفى. مشاهدينا برحب بيكم وموجز جديد لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومقصوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المهام ده. المره الجايه لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنط مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. انتي ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا فين؟ فين اللي بتخلي معاه؟ ايه؟ موسم البط ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني الصلح في ساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات، صح؟ ونبدأ نشرتنا الفنية مع المخرج والفنان عمر زهران اللي قال أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101 ومسلسل سره الباتع، وقال أن الفصل بين شخصيته في المسلسلين كان أمر صعب جدا، خصوصا أنه في مسلسل الكتيبة 101 كان بيعيش الشخصية بشكل كامل لأنه كان بيقوم بدور قائد مصري. الفنان أحمد فهيم اتكلم عن نجاحه في شخصية سيد العمدة أخو الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وقال إن الدور ده بيعتبره نقلة في مشواره الفني، والحمد لله على نجاح الشخصية ومبسوط برد فعل الجمهور اللي بقى بيناديني باسم سيد في الشارع. الفنانة الشابة دعاء حكم اتكلمت عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وقالت إن جالها ردود أفعال إيجابية عن شخصيتها في العمل واللي بتجسد فيه شخصية صباح أخت جعفر وزوجة ابن خالها نعيم اللي هو الفنان عصام السقا. ودعاء قالت إن اختيارها للمشاركة في المسلسل كان من المخرج محمد سامي، وده بعد مشاركتها في أكتر من عمل درامي خلال السنتين اللي فاتوا. وقالت كمان إن المخرج محمد سامي ما بيسيبش أي تفصيلة خلال التصوير وبيهتم جدا بالممثل وعايز يظهر الكل في أفضل شكل ممكن. المخرج شادي الرملي انتهى من تصوير مسلسل كشف مستعجل في لوكيشن بمنطقة التجمع وفي حضور أبطال العمل وصناعه بالكامل، وشهدت أجواء الفركش حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية لكل واحد ساهم في صناعة العمل الدرامي ده.
كمان أحمد صلاح السعداني أعلن انتهاء تصوير مسلسل سر البدع، وعبر عن سعادته بالمشاركة في العمل ووجه الشكر لصناع المسلسل. وكتب أحمد على حسابه في فيسبوك: شكرا للأستاذ خالد يوسف، حقيقي ممتن جدا على المستوى الفني والإنساني مشاركتك في هذا المشروع الضخم، وشكرا لكل الفنانين والفنيين اللي تشرفت بالعمل معهم، بذلنا أقصى جهد علشان نقدم عمل هادف ومختلف، ونرجو أن نكون عند حسن ظن الكل. كل سنة وحضراتكم طيبين. وفركش سر وباتع. الفنان طارق لطفي كشف عن أبرز الصعوبات اللي واجهته في مسلسل مذكرات زوج، وقال: كان على عاتقنا مسؤولية إننا نكون واقعيين، ده غير ساعات التصوير الطويلة في العمل للانتهاء من حلقات المسلسل في الوقت المحدد. الفنانة فريدة سيف النصر قالت إنها كانت قلقانة من دور سكينة في مسلسل عملة نادرة، وبتتمنى النجاح للعمل ككل وليس دورها فقط. وخلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا مع مصطفى ومنى. شكراً لك. الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر يتابعها معانا ويتابع ملخص الأحداث في الـ14 اللي فاتوا. صحيح، معانا مجموعة كبيرة فعلاً زي ما قلت يا منى من المسلسلات، ومعانا ملخص الحلقات الـ14 زي ما قلتي. أبرز هذه المسلسلات: الكتيبة 101، الكبير أوي الجزء السابع، جعفر العمدة، وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخص ليها في هذا التقرير. الحلقات الـ14 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالحلقة الـ14 من مسلسل الكتيبة 101، واللي شهدت تنفيذ أبطال القوات المسلحة عملية ناجحة للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء. وفي العملية دي تم قتل واحد من أهم قيادات التنظيم الإرهابي، وهو أبو البراء، ومعاه حوالي 30 عنصر إرهابي. ارجعي انت بنت صغيرة، مش تطلع برا تاني. في الحلقة الـ14 من مسلسل جعفر العمدة، الفنانة إيمان العاصي دلال الزوجة الثانية لجعفر عرفت إن والد عايدة اتوفى، وسمعت عايدة وهي بتقول في التليفون: أنا عايزة أكمل المسلسل اللي أنا فيه ده، وأخد الفلوس من جعفر وأسافر، عشان مش طايقة أقعد هنا دقيقة. أنا حلمت بأبويا وهو بيبكي وبيقول لي إن أنا السبب في موته. دلال راحت بلغت الكلام ده للفنانة هالة صدقي والدة جعفر، وقالت لها: لقيت عايدة بتكلم حد وعاوزة تقلب جعفر في قرشين وتمشي. كانت بتكلم حد وبتقول إن هي عايزة تقلب جعفر في قرشين وتهج من هنا. يا مصيبتي، ده على كده الولية العرافة دي بتتنبأ بالمستقبل بجد، وأنا اللي ضربتها. ده كده هتبعتي الأسياد بتوعها يجننوني. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفة إيه وبتاع إيه يا خالتي؟ ما تركزي معايا، بقولك هتقلب جعفر. في الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، عبد الجبار أو جمال سليمان راح لنادرة وكان معاه مسعود أو أحمد عيد، وأول ما شافتهم قالت لهم: قتلتوه يا كفرة. ورد عليها عبد الجبار وقال لها إن أخوها لسه عايش وفي المستشفى، وطلب منها إنها تيجي البيت وتشوف ابنها، وبعدها تروح الشهر العقاري علشان تتنازل عن الأرض. ليه رغي كتير؟ أخوك في المستشفى بياخد علاجه. شوف يا بعدين، الأول تروحي البيت ترتاحي وتشوفي ولدك، وبعدين تروحي الشهر العقاري وتتنازلي. في الحلقة 14 من مسلسل السفارة، وجيه أو طه دسوقي أصبح هو كبير العيلة، وحط أخوه شفيق تحت المراقبة من فارس اللي أصبح ملازم لشفيق حتى في غرفة نومه. بتدخل شيرين زوجة شفيق وبتقول له إنه دلوقتي أصبح عاطل وإنه لازم يستريح ويسيب أمور الشغل والبيت لأخوه وجيه. لا، ممكن مثلاً تشغل بالك بأي حاجة، يعني مثلاً ممكن تاخد، إيه رأيك تاخد كرسي يوجا؟ هي دي اللي هيبارة بقى؟ ما يوجا دي ما هي سجادة مفروش على الأرض وأنا بريح عليها برضه.
لا انا عايز اشتغل كده، انا عايز احقق ذاتي، مش عايز ابقى عاله على وجهي. في الحلقه 14 من مسلسل مذكرات زوج، هدى او جيهان الشمشيرجي راحت لرؤوف او طارق لطفي علشان تطلب منه انهم يرجعوا لبعض مره تانية، لكنه بيرفض طلبها. انا اسفه انا اسفه، انا كنت غضبانه منك جدا ومتضايقه مش عارفه اعمل ايه. ما تعتذريش، بالعكس انت كان عندك حق. عندي حق في ايه يا رؤوف؟ انا فعلا محتاج قريتي، وانت كمان. بدأت الحلقة 14 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بارتباك شهيرة أو سوسن بدر لما بلغتها إحدى موظفات المدرسة بأن في شخص غريب عايز يقابلها. بتشوفه شهيرة في كاميرات المراقبة وبترفض إنها تقابله، وبيسألها شريف عن الراجل ده، لكن شهيرة بتنكر معرفتها بيه رغم إنه ظاهر عليها التوتر. وفي مشهد تاني بتستغرب جميلة وبتنفعل على أكرم بسبب تقبله المي رغم إنه سمعتها سيئة، وبتفكروا جميلة بعلاقاته المتعددة قبل كده. فاكر أمينة بنت الناس المحترمة المؤدبة المتربية اللي كانت بتحبك؟ قعدت أربع سنين مجرجرها وراك في كل حتة داخل خارج بيها، يا ابني اتجوزها، يا ابني روح اخطبها، يا ابني عيب كده، لحد ما خليت سمعتها في الأرض. ايه هي احسن اكله ممكن تعملها خلال شهر رمضان، وايه هي الاكله اللي فعلا لما بتعملها يعني ما بتاخدش معاك ثواني وما بتخيبش معاك؟ ده السؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، عندنا عدد كبير من الاجابات يا منى. توب فان لصفحتنا ميار خالد بتقول احلى اكله هي المكرونه بالبشاميل والبطاطس بالفراخ او اللحمه. تنبسط انت بالبطاطس؟ انا انت بصراحه يعني. سمسم ابو رضا بيقول صباح الورد والفل والياسمين على كل صباح الخير يا مصر، احلى اكله بحب اعملها هي الجلاش والقطايف. جميل. معتز هاني صباح الخير عليكم، احلى اكله بعملها المحشي ورق العنب. احسنت يا استاذ. مش سهل مش سهل مش سهل معتز. طيب نور احمد بتقول صباح الخير على مصر، احلى اكله بعملها تقريبا كل حاجه، بس احلى اكله باكلها في اللمه والعيله، وربنا يخليني ليكوا ويخليكوا ليا يا رب، من شبرخيت البحيره. حسين حسن يعني رايح شويه ناحيه السواحليه، يعني سمك سنجاري ومعاه شويه رز صياديه، وبعمل اي حاجه، كل اكله بتبقى يعني ايه بنفس، بتبقى حلوه جدا. طيب محمد فؤاد بيقول صباح الخير عليكم، اكتر اكله بحب اعملها هي الباميه باللحمه المفرومه، وبعد يوم بتكون اجمل في الطعم. الباميه البيتة معروفه طبعا. طيب احنا دلوقتي الناس يعني محتاجة. فيما يعشقون مذاهبه زي ما بيقولوا كده، فيعني كل واحد عنده الأكلة اللي قالها، وأعتقد أن كل واحد مميز في حاجة يعني كتبها على صفحتنا النهار. الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز والأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت رؤية مصر إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق المتوسط، وذلك عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستوديوليدس، أكد الرئيس السيسي على دعم مصر لمساعي تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية. وخلال مباحثات الزعيم أطلع الرئيس السيسي نظيره القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، مشددا على أنه يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.
أفادت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان ساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. وفي بيان لها حثت الوزارة الصينية الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته للصين بشأن القضية التايوانية. قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشين إن هناك حاملة طائرات صينية على بعد 200 ميل بحري من السواحل الشرقية للبلاد. يأتي ذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان ساي إنغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في لوس أنجلوس، حيث أكدت رئيسة تايوان أن الحشد الكبير من سياسي الحزب الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري الذين التقت بهم في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه ليست معزولة وليست وحيدة في مواجهة الغضب الصيني على حد تعبيرها. وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الشكر إلى بولندا على مساعدتها التاريخية في حشد الدعم الغربي لأوكرانيا أثناء زيارته لوارسو، وقال أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تقاتل من أجل مدينة بخموت في الشرق لكنها قد تنسحب إذا تعرضت لخطر الحصار. وقال زيلنسكي إن القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا حقا في بخموت، وإن كييف ستتخذ قرارات مقابلة لحمايتها إذا واجهت احتمال محاصرتها من القوات الروسية. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السلطات الأوكرانية تحرم العائلات التي تفرض الإجلاء أو ترفض الإجلاء من مناطق النزاع إلى الأراضي الأوكرانية من أطفالهم على حد قوله. وخلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي قال نيبينزيا إنه تم تسجيل جرائم ضد الأطفال في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وأشار إلى أن الممارسة شائعة جدا هي أخذ الأطفال من الآباء الذين يرفضون الإجلاء من المناطق المجاورة للأعمال العدائية تحسبا لوصول الجنود الروس. وصل الأهلي الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير على ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 47 نقطة في صدارة الدوري من 19 مباراة وبفارق 5 نقاط، وذلك عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن. تأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة برباعية نظيفة في ملعب كامب نو في إياب نصف النهائي، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة أوساسونا، وعوض ريال مدريد خسارته ذهابا بهدف دون رد، حيث افتتح البرازيلي جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، فيما فرض الفرنسي كريم بنزيما نفسه نجما للمباراة بتسجيل 3 أهداف، ليعد هذا الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيما على برشلونة عبر مسيرته. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على عراكم مره ثانيه. المشهد الرئيسي والمشهد المعتاد اللي يعني دايما بنشوفه في شهر رمضان ونتمنى طبعا نشوفه طول ايام السنه، هو مشهد يعني امساك الناس بالمصحف الشريف وقراءه القران. المشهد ده بتشوفه في الاتوبيس، في وسائل النقل العام، فمع الناس اللي شغاله في مهن كتير، فاي حد ربما يعني ايه بيستقطع كده وقت من أوقات اليوم تلاقيه مسك المصحف وقرأ فيه. مشهد من أجمل المشاهد اللي ممكن تشوفها خلال أيام الشهر الكريم. في أيام هذا الشهر الفضيل بيكون في حرص كبير من كل الصائمين على تلاوة القرآن الكريم، كلهم بيتقربوا إلى الله عز وجل
بختم المصحف الشريف. بعض الناس عندها القدرة إنها كمان تختم المصحف يمنا أكتر من مرة، وبنشوف ده كمان وخصوصا في الناس الكبيرة في السن اللي يعني عندهم قدرة كبيرة على العطاء في الحتة دي. أكيد في ناس كتير قوي محتاجة تعرف أداب تلاوة القرآن الكريم، إزاي نقدر نتدبر المعاني العظيمة اللي موجودة من خلال القراءة الهادية من غير استعجال عشان نقدر يكون لنا ثواب مضاعف من قراءة القرآن في نهار رمضان. خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر عن كيفية وفضل قراءة القرآن الكريم وثواب ختمته في شهر رمضان. بنرحب بالشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا. صباح الخير. أهلا بحضرتكم، صباح الخير لكل المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير. طيب الصائم دايما بيبقى الاغلب الاعم حريص على قراءه القران اثناء الصيام، في اداب معينه لقراءه القران في نهار رمضان؟ بدايه الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل ما نتكلم عن الاداب اللي ممكن نتعامل بها مع القران، هو لابد في شيء كتقدمه او توطئه لده، ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الدخله بتاعت حضرتك، الناس بترتبط مع شهر رمضان تبدا انها تلتزم او تقطع وقت او تخطف وقت كده حتى لو في المواصلات لاعتقادهم الجميل ان رمضان شهر القران، وده بالفعل حقيقي. لكن ده لا ينسينا ان القران لابد ان يلازم المسلم في كل وقت، وان رمضان ده بيكون فرصه ان انا اعود نفسي ارتبط بالقران عشان استمر على ده بعد رمضان، مش بس ان رمضان يجي اقوم اطلع المصحف بتاعي مسحه من التراب اللي كان عليه طول العام ثم بعد رمضان احطه في نفس الرف تاني واستنى رمضان اللي بعده، ده لو ربنا احياني لرمضان اللي بعده. فبدايه في هذا الكلام ان احنا بنقول ان رمضان خص بالقران للايات الكتير اللي دلت على ده. ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات، وربنا سبحانه وتعالى قال انا انزلناه في ليله القدر، نزل على أقوال المفسرين نزل من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، أو نزل من اللوح المحفوظ على سيدنا جبريل في السماء الدنيا، ثم سيدنا جبريل لا ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يؤمر أن ينزل به، وعلى اختلاف التفسير في هذا الأمر. لكن هو فعلا رمضان هو شهر القرآن ارتبط به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن ويعرضه على جبريل لمتابعة الأحكام التي فيه في كل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أثر عنه وروي عنه في الحديث الشريف، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسل. فبالتالي إحنا مرتبطين في رمضان بالقرآن، لكن ده لا ينسينا أبدا أن إحنا نرتبط به وتكون دي البذرة بتاعتنا طول العام أن إحنا نمشي عليه. طب ايه بقى فضل قراءة القرآن في شهر رمضان؟ هل ربنا خص القراءة او الآيات بثواب معين خلال ايام الشهر الكريم؟ لا شك ان ثواب الاعمال عموما في الاوقات والاماكن الصالحة اعلى من غيرها، يتضاعف. بالظبط، خاصة في رمضان ان الاعمال فيه، وهذا شهر زي ما قلنا شهر القرآن، فالثواب فيه يتضاعف، ليس لقراءة القرآن فقط، لكن أعظم الأعمال والخير يحفها من كل اتجاه هي قراءة القرآن. تجد التدبر له أجر والقراءة لها أجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الجميل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طب واللي مش ماهر بالقرآن، اللي هو بيقرأه هو صعب عليه، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجران، أجر إن هو شق على نفسه وحاول يقرأ وأجر القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بحسبة بسيطة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بحسبة بسيطة زي ما بنقول متوسط الصفحة بقى فيها 15 سطر، السطر مثلا فيه حوالي 30 حرف أو كذا، فاضرب دول في بعض هيطلع لك حوالي 450 حرف في الصفحة الواحدة، اضرب في 10 4500 حسنة، والله يضاعف لما يشاء. ده في صفحة واحدة بتقراها في دقيقة أو دقيقتين،
لذلك الناس الثواب بتاع القران ما بتتحسبش كده يعني. وإن ما انا بقول اهو احنا بنعملها بشكلنا كده للتقريب، لكن هي طبعا احنا يعني الله يضاعف لنا الشيء وربنا يتقبل، لان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بالفضل وليس بالعدل. لكن انا بديك الحسبه اللي اغلب الناس بتحتاجها عشان تشجع نفسها، وفي ناس بتحسبها كده وده حلو، لان هو ما يعرفش اللي ورا الثواب ايه، وان ربنا ممكن يضاعف ل 70 او 700 ضعف كل واحد ودرجه قربه من ربنا. لكن خلينا بقى في ادنى رمضان بقى بيتضاعف الكلام ده. ما احنا قلنا الصائم يعني مع الصائم هو الصيام في حد ذاته مرتبط وعباده لها اجر عظيم عند ربنا، لكن مش مرتبطه بان الصائم يضاعف له ثواب الاعمال الاخرى. لا، الاعمال نفسها قد يحاسب الله عز وجل العبد على عمل وبنيته يضاعف له، غيره ممكن ياخد اجره بس، فدي حاجه بين العبد وبين ربه. لذلك الصيام نفسه كله نفحات، واذا اخلص الانسان للعبد، لان الصيام نفسه هي عباده اخلاص، في عباده كده اسمها عباده الاخلاص تتبلور وتتاكد في الصيام نفسه. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يعني ده حسابه عندي بقى، ما حدش ايه يدور فيه. في بعض العبادات زي القران ربنا حدد ووضح لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الثواب او حاجه تقريبيه توضح لنا هيئه الثواب، لكن في حاجات ربنا تكفل بيها وجعلها مستوره زي الصبر ومثلا زي الصيام. فالحاجه اللي ربنا يبهم الثواب عليها تاكد ان ثوابها مش هتعرف تستوعبه. لذلك يعني من اكبر نعم الله سبحانه وتعالى علينا شهر رمضان نعمه الصيام، وان جعل القران يعني له المكانه دي خاصه ومرتبط برمضان. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا دايما من اهل القران ومن اهل رمضان. اللهم امين. طب خلينا نقول كده فوائد دنيويه لقراءه القران الكريم، يعني ما دام احنا قعدنا بقى حسبناها وقعدنا نقول 10 في 15 والله يضاعف لمن يشاء، خلينا نقول بقى قوه الذاكره اللي بتنعكس على المسلم في قراءته للقران، قوه اللغه العربيه لما بيجي يتامل في معاني اللغه والبلاغه اللي موجوده، ايه تاني ممكن نقول ممكن المسلم بيكتسبه من قراءه القران؟ زي ما قلنا مش هنرتبط فقط دلوقتي بالفوائد الاخرويه، الفوائد الدنيويه اللي بتنعكس، ودي في وجهه نظري بتنقسم لناحيتين، ناحيه روحيه وراحه نفسيه بيكتسبها طبعا الانسان، ونفسيه، ودي بتتمثل في حاجات كتير. الانسان لما بيلاقي نفسه مخنوق او متضايق ويقرا كده بتمعن، يتوضى كده ويقعد يقرا، بتفرق معاه، ودي كل واحد فينا بيشعرها. الناحيه بقى من الناحيه العلميه كمان زي ما حضرتك قلتي، ثبت علميا ان حافظ القران لا يغيب عقله، اللي ملتزم بالقران طول عمره ده مهما كبر في السن عقله لا يذهب، الذاكره بتقوى، اللغه العربيه بتكون قويه عند الاطفال اللي متعلم من خلال القران. لذلك لما بنيجي عاوزين نخلي اولادنا يتعلموا القراءه بسرعه تربطه بالقران، وانه يكتب اللوح اللي بيحفظه، انه يحافظ عليه، تستهجاله وتعلمه دي كسره ودي فتحه من خلال ايات القران، يثبت في ذهنه، واللغه العربيه تكون قويه لانه بياخد القران باعرابه، مفيش مجال للخطا. فبالتالي لما يقيس القواعد اللي قراها في القرآن على أي مقال بيكتبه أو أي درس بيحفظه أو أي حاجة تخص اللغة أو غير اللغة بيلاقي نفسه ماشي صح. لو قاوح في أي حاجة مع أي حد في اللغة العربية هيطلع هو اللي صح. فدي فوائد كتير جدا بجانب الفوائد اللي قوة نفس وشجاعة وثقة بالنفس بيكتسبها للمسلم طبعاً مع مداومة قراءة القرآن، عارف أنه ما فيش حد له إيد عليه غير ربنا. بالضبط، لأن هو طول ما هو ماشي بيقابل الأحداث، أن ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، بيقابل وكفى بالله وكيلة، وكفى بالله حسيبة، بيقابل ولا يخشون أحدا إلا الله، بيقابل حاجات كتير تجعله بيعرف معنى التوكل على الله بمعناه الحقيقي، مش مجرد كلمه بتتقال. خصوصا لما احنا بنحط ايده على معاني الايات، خصوصا لما احنا بنوقفه على المعاني الصحيحه والاحداث واسباب النزول وتعامل الصحابه، كل ده بيفيدنا ويساعدنا في تربيه اللي ابنائنا. لذلك اشتهر على السنه المربين خصوصا بتوع التنميه البشريه واللي بيعلمونا ازاي نربي اولادنا، بيقول لك علموا القران والقران هيعلمه الباقي. صحيح، يعني في علم الإعلام في حاجة اسمها الرسائل المباشرة والرسائل غير المباشرة. القرآن يأمر وينهي في بعض الأحيان ويسرد القصص في أحيان أخرى. أتكلم هنا عن الحديث غير المباشر، أهمية الاستفادة من القصص والعبر المستفادة من القصص القرآني في شهر رمضان. زي ما حضرتك قلت، في رسالة مباشرة
وغير مباشرة. غالبا الرسالة المباشرة ممكن ما توصلش ل 30% من الأثر بتاعها. بالظبط كده. لكن لما يجي قدامي حدث وانا اشوف المقدمات والنتائج يوسف بتاعته قصه بالظبط وقصه اهل الكهف حتى قصص اللي ربنا عاقبهم بسبب سوء ادبهم قصص بني اسرائيل في بني إسرائيل في التعاند مع الانبياء قصص قوم عاد قوم لوط قوم صالح صحيح. الاحداث دي لما تمر قدامنا كاحداث انا مش موجه ليا يعني انا مثلا لما في يكون في خطبه من الخطب ونوجه رساله نقول مثلا في الخطبه دي ان الظالمين وكذا او ان لو عملت كذا ربنا هيعمل فيك كذا كل واحد يقعد يقول مع نفسه لا انا الحمد لله مش من الظالمين انا مش كذا لكن لما اقول في موقف مثلا ممكن يحصل واللي بيعمل ده ربنا بيعاقبه بده انا ما بوجهش تهمه لحد لكن هو لما يسرد الاحداث قدامه يبدا يستشعر ده فلما توجه له امر مباشر وكانه اتهام او كانه امر فالنفس البشريه طبيعتها نمروده شويه ما بيحبش يتقبل الامر او صعب غير لما تقول مثلا الصبر شوف قصه موسى وسيدنا الخضر قصه مش عارف سيدنا يونس يعني تدي له المثال هي فعلا كده الرساله الغير مباشره ابلغ في الاثر من الامر المباشر لذلك القران كله تربيه بانه اغلبه احداث يروي عليك احداث السابقين وحتى احداث اللي هيجوا وحتى الاحداث القائمه وحصل كذا واللي بيعمل كذا بيكون ثوابه كذا واللي بيعمل كذا غلط بيكون عقابه كذا ربنا بيغضب عليه ربنا بيعاقبه ما بيوجه لكش ان انت لو عملت انا هعمل الا في مواطن معينة ربنا سبحانه وتعالى بيشد فيها لان بتكون من الاهمية بمكان وربنا سبحانه وتعالى دايما بيربي فينا هذه النقطة حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان لما يشوف حاجة غلط حتى من احد الصحابة كان يطلع على المنبر ويخطب يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا لكان يشهر بحد ولا يوجه امر مباشر رغم انه عارف الفاعل لكن كان ده ابلغ في التعبير واحرص على غيره واحرص على صاحب الذنب نفسه فبالتالي يعني اجمل شيء تربوي ممكن تقابله في ايات القران بل ان الاساليب التربويه الحديثه كلها مستمده من اساليب القران واتحدى اي حد يقدر ينازع في ده طيب بندخل السباق الرمضاني كل واحد عنده عشم في ربنا وعنده عشم ان هو ياخد اكبر قدر ممكن من الحسنات بيبقى مهتم جدا ان هو يقرا القران وانه يختم القران ان لم يستطع الا مره واحده بيبقى الواحد زعلان عايز يقرا القران ويختم القران مرتين وثلاثه ولو يقدر كمان اكتر نقرا القران ازاي يعني بنقرا كده بسرعه 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 عشان نقدر ندخل العدد اللي احنا نفسنا فيه ولا قد يكون مره واحده لو ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نختم القران فيها تكون فيها ثواب اكبر بكثير من القراءه مرات متعدده باستعجال وبلهوجه هو سؤال جميل جدا وبنتساله كتير وكويس ان حضرتك طرحتيه لان هيفيد ناس كتير فيه في ناس بتقرا اللي هو يقول لك ما تقراش بسرعه قوي عشان خاطر انت لازم تكاد تاخدش اجر القراءه ومين قال اي تعامل من رحمه ربنا بينا ومن نعمه علينا ان اي تعامل مع القران له اجر اللي بيتدبر حتى من غير ما ينطق له اجر التدبر والعباده اللي بيقرا ولو بسرعه مستعجل عايز يخلص زي ما انت بتقولي عايز يحصل اكبر عدد ده له اجر اللي بيقرا بتدبر وبفهم ده له اجر واجر التعبد يعني له اجرين اجر والله يضاعف لمن يشاء لكن ما اقدرش اقول اللي بيقرا بسرعه ده لان اصلا في قراءه اسمها عند القراء اسمها قراءه الحدر لان القراءات مراتب في حدر وفي تدوير وفي تحقيق وفي ترتيل طب فدلوقتي قراءه الحدر دي هي اسرع قراءه يعني مثلا ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد لكن بشرط انه ما يخلش بالاحكام التجويديه اقرا بسرعه على قد ما تقدر زي ما انت عاوز لكن مش لدرجه انك تاكل الحروف لا حقق الحروف لازم حقها. بصوت منطوق يعني الصوت يبقى طالع ما ينفعش الناس تقرا بعينيها انا مثلا بقرا القران بعيني مش بتلفظ هو دي اللي اشرنا فيها لسه قبل ما نقول ان فينا حتى التدبر بالعين واجراء انا ممكن اغمض عيني كده وامرر سوره الفاتحه على قلبي هل دي قراءه هي ما تعتبرش قراءه لكن اسمها تدبر ايوه للاسف هي ما اقدرش اقول انها قراءه لذلك يعني العلماء واحد فاتح مصحفه وبيخلص الصفحه دي ينتقل للصفحه اللي بعدها لكن دي ما بقتش قراءة بعينيه من غير الصوت لا على الاقل ينطق يسمع نفسه على الاقل دي اسمها قراءه لذلك العلماء
اتفقوا على ان اللي بيقرأ بقلب في الصلاة صلاته لا تجزئ، لانه ما قرأش مع انه مر القرآن على قلبه. بل انهم حتى اختلفوا في صحة صلاة من يسمع نفسه ولا لابد حتى يرتفع صوته حتى يسمع من بجواره. بس احنا عندنا ركعات بتبقى سرا وركعات ما هي سرا، بس انا اقرأ اسمع نفسي الهمهمة زي ما اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن وهكذا، انما ما اقرأش بعيني دي مش قراءة. لكن هل ملوش ثواب؟ لا طبعا. طب ايه هي الاداب المستحبة لقراءة القرآن؟ يعني الوضوء، هل بعد الصلاة، هل قبل الصلاة، هل في الجامع؟ يعني ما هي الاداب المستحبة لقراءة القرآن الكريم؟ الاداب المستحبة انا باختصار شديد كده ومن غير ما اعقدها على الناس، انا هتكلم هقرأ كلام ربنا، يعني ربنا هيكلمني. لذلك قالوا من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فأنا دلوقتي أعتبر أن ربنا بيكلمني. شوف أنت حابب ربنا يشوفك على أنهي هيئة، قاعد بقى حاطط رجل على رجل، لو أنت رجلك فيها تعب ومحتاج تحط الوضع ده مفيش مشكلة، لكن القصد أن أنا ما أعملش هيئة تكون منافية للأدب بتعمد. لكن واحد تعبان وعايز يرقد وهو بيقرأ مفيش مشكلة، في واحدة في بيتها مثلا وهتقرأ وهي قاعدة ما فيش حد من غير المحارم موجودين وهتقرأ وهي شعرها مكشوف ما فيش مشكلة، لكن الأفضل إنها تكون في أبهى صور وكأن هي راحة زيارة مهمة. لابد طبعا يكون متوضئ، وفي خلاف بين العلماء في هل القراءة بدون وضوء تصح ولا لا، والجمهور على إنه لا يصح القراءة أو مس المصحف بدون وضوء، لكن بعض العلماء أجاز ذلك. الحدث بدون الأصغر بدون وضوء ولا بدون طهارة؟ ما هي الوضوء اللي لا يمسه الا المطهرون. ما هي الوضوء اللي هي الطهاره؟ لا، اصل في حدث اصغر وحدث اكبر. ايوه، فالطهاره من كلاهما تسمى طهاره. فانا لو مش متوضي اسمها هنا كده، في عندي حدث اصغر محتاج اتطهر منه فبتوضى، يبقى احنا بنقول اختصارا الوضوء. يبقى انا العلماء اختلفوا في دي، ولكن تخفيفا يجوز لي ان انا اخذ بالراي الذي اجاز ان انا اقرا او امس المصحف إذا ما كنتش متوضي، لكن إذا كنت جنوب طبعا لا وضوء ولا قراءة. ولا بالجوانتي ولا لا الجنوب لا، لا يقرأ حتى لكن يغتسل. أما المرأة الحائض دي برضو عليها خلاف، لكن الراجح لا ما هي يجوز إنها تقرأ، لكن بإيه؟ بحائل زي ما حضرتك قلت كده، أو من وسيلة إلكترونية، تليفون، آيباد، أو من حفظها لو هي حفظ القرآن طبعا. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى فضل واسع لم يغلق الباب من هذا. أما عن النقطة اللي حضرتك أشرت لها الثانية أن هي في المسجد ولا لا، هل قراءة القرآن طبعا في المسجد أعلى مثلا أجر من غير المسجد؟ بنقول أن هو لو دخل المسجد وقصد أن هو يروح المسجد عشان ينتظر الصلاة بجانب أنه بيقرأ القرآن، هو أخذ أجر انتظار الصلاة وأخذ أجر القرآن. لكن هل قراءة القرآن شرط في المسجد عشان تبقى أفضل؟ لا، يقرأ القرآن في بيته، في شغله، في المسجد، في غير المسجد، في الطريق، في المواصلات زي ما قلنا في البداية. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في شغله، مش في وقت الشغل، في شغله وقت الراحة، مش يعطل الناس ويقعد يشتغل ويقعد يقرأ القرآن ويسيب الناس سايبة. نفترض ان واحد عامل وحافظ القرآن، هو بيشتغل وبيقرأ، شغال امن مثلا، هو قصده كده بالظبط طول الوقت. لا او هو بيقرأ من حفظه في شغل، مش هيعطله عن شغل. طبعا طبعا. بشكرك يا فندم الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، نورتنا وشرفتنا وكلمتنا، يعني حديث مشوق وجميل جدا عن فضل واداب و بشكل صحيح لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان. شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وانتم بخير. ربنا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم لغايه الساعه 10، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. أهلا بكم من جديد. مسلسل جعفر العمدة عامل مشاهدات كتير والناس مستنية حلقاته كل يوم، عايزة تعرف إمتى محمد رمضان هيوصل لبلال شام، هيعرف ابنه اللي تايه منه من 19 سنة إمتى وإزاي. صحيح، وطبعا القصة دي هي المحور الرئيسي في مسلسل جعفر العمدة، والحقيقة أن في إشادة كبيرة سواء من الجمهور أو النقاد بالدور اللي بيقدمه الفنان مجدي بدر، واللي بيجسد شخصية بلال شامة مختطف ابن محمد رمضان، ولربما واخد ايضا جزء كبير وحيز كبير من احداث المسلسل. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المسلسل وعن هذا الدور وعن شخصيه بلال شامه. معانا على التليفون الفنان مجدي بدر اللي منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا استاذ مجدي.
صباح النور واهلا بيك يا استاذ مصطفى، وصباح الفل يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم. ايه الحكايه؟ الولد فين؟ موديني الولد فين؟ لا الولد موجود، الولد موجود، واحنا كلنا عارفين دلوقتي ان ابن جعفر العمده هو سيف احمد باش، و يعني موجود. انا ما عملتش حاجه. عايش حاجه. انا عايش فلوس. طيب احكي لنا بقى تفاصيل الدور كده، الشخصيه شامله بالمنظر اللي احنا شايفينه، بالاداء، بالمواجهات اللي عماله تحصل، بالشكل كله، عايزين نعرف الحكايه. الحكايه وما فيها ان ربنا كرمنا بورق حلو، الاستاذ محمد ثاني ومهاد طارق كانوا كاتبين حاجه جميله جدا، وشخصيات مرسومه، وطبعا اللي نفعنا كلنا كممثلين ان محمد ثاني هو المؤلف وهو المخرج، فكان بيكتب التفاصيل الشخصيه وبيكتبها وبيرسمها ومتخيلها وشايفها قدامه، فدي ساعدتنا كلنا ان الورق كامل كله، فخلتنا نوصل لمرحله بامانه ان احنا كنا متعايشين مع الورق بشكل رهيب. يعني احنا بقالنا فتره للاسف يعني المسلسلات بتتحضر قبل رمضان يا دوبك كان رمضان جه فجاه. يعني في مسلسلات لغايه النهارده لسه بتطور وهتخلص 24 رمضان. الممثل بيبقى داخل العمل مش عارف تطورات الشخصيه هتتقابل ازاي، احداثها ايه، عارف طبعا بالسمع، لكن ان انت تقري وتحسيها وتقريها كده مره 10 15 مره وتبتدي تعيشي معاها وعارفه بقيه الشخصيات وتفاصيلها برضه هتعمل ايه واحداثها هتعمل ايه، ده خدمنا كتير جدا في المسلسل الحقيقه. فكان بالنسبه لي انا يعني استمتعت بيها، وكان من اسهل الشخصيات اللي الواحد بنقدر نقول تعايش فيها. معقوله؟ معاها بمعنى اصح. ده حقيقي، نتيجه اولا ان الورق كامل. ثانيا كان عندي ميزه هنا او ميزه لينا كلنا في المسلسل، زي ما بقول لك كده ان مهاب طارق ومحمد سامي هم اللي كاتبين العمل ومحمد سامي بيخرجوا. فاوريدي هو عارف تفاصيل التفاصيل بتاعت الشخصيه. يعني لما يجي يتكلم معايا في اول مره نقعد مع بعض في الكوفة يقول لي وانا بقرا وانا بكتب لا هو فعلا الشيء. مكتوب حلو المسلسل، مكتوب حلو. انا برضو عايز اعرف ايه هو السبب اللي خلاك تقبل شخصيه شامه في جعفر العمده؟ الملامح زي ما كده الممثل لما بيشوف شخصيه بيقعد يرسمها، يعني بيقول هو عامل ازاي، ردود افعاله هتبقى عامله ازاي، بيبقى عنده التكوين النفسي للشخصيه. الحقيقه يا استاذ مصطفى انا اقول لك بصراحه، يعني انا اللي شجعني ان انا اقبل الدور ده من قبل ما اقرا حتى الورق هو وجود اسم الاستاذ محمد ثاني ومحمد رمضان على الاسكريبت. يعني في ثلاث عناصر مهمين جدا في اي عمل. طبعا شركه الانتاج ميديا هاب محمد السعدي، بطل العمل محمد رمضان، المخرج والمايسترو محمد ثاني. ده حاجه بتديك اطمئنان، يعني بتطمن ان انت على الاقل هيطلع شكلك حلو. ايوه في ايد امينه. يعني غير الايدي الامينه كمان، لا في حد عايز يعمل حاجه حلوه. لا هو مكتوب يعني حلو فعلا واخراجه حلو جدا، والكادرات يعني صحيح من اسهل الشخصيات حقيقي. وفعلا ده حقيقي من اسهل الشخصيات كانت بالنسبه لي في تحضيرها وفي في تمثيلها. لان انا كان عندي المخرج هو اللي كاتب، فكان كل يعني بنشرب كل التفاصيل، يعني حتى عيوب الشخصيه بلال شامه عيوبه حببني فيها محمد ثاني. يعني انا داخل حابب العيوب بتاع بلال شامه مش متضايق منه، بالعكس. فدي اعتقد ساعدت في كل الشخصيات، سواء نرجس، سواء ثريا، سواء بلال، سواء كل الشخصيات صفصف. يعني ما فيش حد تحس ان هو ايه خفيف في الشخصيه او في حاجه ناقصاه، لا بالعكس، بالعكس تماما. طيب انا عايز اعرف بقى، انتوا بادئين تصوير من شهر 10 تقريبا، خدت وقت افندم 2/10 بالتحديد. شفت انا دقيق ازاي؟ الدقه دي باينه قوي في الاحداث وفي التفاصيل بتاعه الدور، يعني لابس الدور زي ما بنقول كده باللغه الدارجه. يا ترى هتكملوا للاخر بالمنظر ده؟ يعني الاحداث هتبقى في الاخر هتفضلوا متخانقين، ولا الامور لسه مخبيه حاجات احنا لسه مش عارفينها؟ بصوا احنا مش متخانقين انا ومحمد، ده يعني جعفر العمده وبلال شامه مفيش خناقه بينهم. وبعدين حته برضو ان هو يتقال ان بلال شامه خان جعفر العمده،
هو مفيش علاقه بينهم تربطهم عشان يخونوا اساسا. هو بلال شامة كشخصيه هو كان كل هدفه في الحياه عايز فلوس، يعني اي مصلحه في هتجيب له فيها فلوس هو رايح فيها، خطف، سرقه، اي حاجه. لكن هو ما يعني بالنسبه له لا يعني جعفر العمده، هو بس نصيبه الوحش وحظه الوحش ان هو المصلحه دي جت مع جعفر العمده. ضد جعفر العمده بس. فمن هنا بتقول الاحداث ما بين الشخصيتين. طيب بلغه الارقام المسلسل متصدر وعامل مشاهدات عظيمه جدا، في ردود افعال عندك نقدر نرصدها؟ الحمد لله. يعني طبعا يعني في على مستوى الشارع الجمهور ردود فعل حلوه على اعلى مستوى. يعني تعتبر اعلى مره الحمد لله في رد فعل، يعني بعد خطوط حمراء لعله خير ان شاء الله كان في ردود فعل حلوه، بعد عمر وسلمى دور الفادي البواب كان في ردود حلوه جدا جدا، لكن المره دي حط عليهم كلهم ضعف العمر. يعني انا دايما بقول ايه، حتى عبده موته يعني برضه كان في ردود فعل حلوه جدا على الاشول مع محمد رمضان، لكن المره دي الحقيقه كان ردود فعل مع الجمهور والشارع. ما انتش حاسس ان التاني مره مع محمد رمضان بعد عبده موته برضه بتعمل دور بشخصيه مختلفه؟ يعني ممكن تكون الشخصيه مش عارفه بقى نقول عليها ايه، عدائيه او مصلحجيه، لتاني مره برضه مع محمد رمضان الشخصيتين مش بعاد عن بعض قوي؟ لا هو شخصيتين بعاد عن بعض جدا، سواء عبده موته كان صديقه وكان صاحبه، وهنا بقى يعني هناك خانه في عبده موته، خانه مع اخته و اللي هي حته خيانه الصداقه، لكن هنا في جعفر عمده هو ما خانوش لان هو ما فيش حاجه تربطهم ببعض. بالنسبه لمحمد نفسه محمد ما شاء الله، يعني انا بعتبره وش التعب يعني وش خير، سواء عليا او على الزملاء اللي بيشتغلوا معاه، لان هو اولا بيديك طاقه ايجابيه في الشغل. يعني حد ملتزم جدا في مواعيده، وحد مركز جدا في تفاصيل الشخصيه اللي بيعملها، حد مريح جدا في اللوكيشن، مش بتاع مشاكل، مش بتاع طلبات، مش بتاع مضطره، بالعكس هو جاي عايز يعمل شغل، عايز كل الناس تطلع حلوه يعني معاه. ده محمد، ده يمكن اللي بيميز محمد عن اعمال محمد ثاني ومحمد رمضان. صحيح صحيح. السلاسه اللي موجوده في المسلسل، في سواء في الكتابه او في الكادرات او في اللوح الفنيه اللي مبروزه للقاهره الاسلاميه السيده زينب والمناطق الجميله بتاعتنا، هل سبب رئيسي انها خرجت بهذا الايقاع ان هي يعني زي ما بيقولوا كده ايه مستويه ومعمول على نار هاديه، ان انكم بداتوا في شهر 10؟ بنشوف عدد كبير من المسلسلات بيخلص وقت متاخر جدا، ما بيبقاش عنده القدره على التجويد زي ما بيقولوا. بالظبط يا استاذ مصطفى، ده حقيقي. عشان كده انا بقول لك العناصر العمل اللي هنا كانت كلها يعني ايه بتكمل بعض، وكلها عامله نوته موسيقيه بيقودها زي ما بقول لك المخرج الاستاذ محمد شادي. يعني عندك شركه الانتاج ميديا هاب السعودي موفره كل حاجه، انت عامل ديكورات على اعلى مستوى، تاني حاره كامله في مجله الانتاج الاعلامي. صحيح. الاضاءه انت جايب ناس، جايب الاستاذ نزار شاكر من احسن مدير الاضاءه التصوير في مصر. يعني مفيش استرخاص في اي حاجه، كاست الممثلين اللي موجود. لا وكادرات المسلسل لوح فنيه حقيقيه. صحيح طبعا، صعب تجمعهم كلهم في عمل واحد. ايوه. الا اذا كان من خلال شركه انتاج، ما هي اصلا عامله زي الفرقه، هي فريق، هو فعلا فريق. صحيح. النادي بيديره رئيس النادي اللي هو السعدي، بيوظف لك كل العناصر اللي انت عشان تنجح. ايوه. تبعك رونالدو او ميسي، محمد رمضان الهداف بتاع الفرقه، مش معقول هيبقى اللي حواليه ما يساعدوش على انه يحقق بطوله. صحيح صحيح. العريس هم وفروا له كل حاجه. صحيح. من ديكور، اكسسوارات، اماكن تصوير، يعني حتى يعني كل حاجه. لا وفي تمثيل، في تمثيل، ما فيش حد يعني دوره واقع ولا حد بيكمل. طب يا استاذ مجدي، انا عايزك تسيب دلوقتي الدور وتيجي تقعد معانا وتمسك الريموت وتفتح واتشت وتتفرج معانا على المسلسل وتقول لي اكتر شخصيه وانت بتتفرج هي بقى اللي انت بتتفرج وتقول يا سلام يا سلام.
اكتر شخصيه اكتر شخصيه لفت نظرك في المسلسل ايه؟ عايز تتابع ايه لو انت مش عارف التفاصيل؟ هتزعلي لا لا طبعا جعفر العبده. بصي محمد رمضان بصراحه عامل شخصيه زي ما بيقولوا من ايتوس وهلا صدقي فين الملكه؟ لا انا جاي لك في الدنيا مش طبيعيه طبعا ده حاجه ثانيه. بس انا بتكلم على شخصيه المحوريه بتاعت الاحداث كلها اللي هي رابطه كل الشخصيات في المسلسل. اداء محمد المره دي تفاصيله اللزمات اللي عاملها الحركه بتاعت الايد اللي بتحط على شعر راسه بينزل شعر راسه كده ويحسس على فيها نوع من عارف انت اللي هو حد شايل جبل شايل هموم كتير عنده مشاكل كتير فالتفصيله الصغيره دي انا حسيته ان هو بيطبطب على نفسه. دي صعب ان تلاقي ممثل يقدر يوصلها لك بالشكل ده. ايوه لا محمد رمضان في المسلسل ده تفوق على نفسه تفوق على فعلا حاجة. فعلا يعني في ماتش تمثيل حلو. وده اللي ساعدنا كلنا الحقيقه ان اختيار محمد سامي للعناصر العمل كلها. يعني في كيمياء الحمد لله كانت موجوده. كيمياء حلوه. بس هلا صدقي في حته واحده برضه. بص انا طبعا بقول لك على ادوار الرجالي لان انا ببقى مركز مع الرجال لكن لو جينا الحق برضه هتلاقي مدام هلا صدقي مقدمه دور على مستوى عالي جدا. عظيم. مقدمات طريقه لذيذه جدا يعني عايز اقول لك مثلا لاول مره نشوف الشخصيه اللي هي القويه المسيطره الام بهذه الخفه وبهذا الاسلوب اللطيف. ده حقيقي. اللي هو انت غصب عنك انت شايف ما تكرههاش رغم كل اللي بتعمله. انت اول ما بتظهر هي على الشاشه انت بتبتسم انت من قبل ما هي تفتح بقها او تقول اي حاجه انت بتتهيأ اوريدي نفسيا داخليا بتبتسم. ايوه. انت ما تعرفش المشهد هيقول ايه بس انت مبتسم اوريدي. ايوه ايوه. بالاضافه ان معاها الستات البنات اللي يعني مي كذاب ومنى فضالي و إيمان العاصي ما شاء الله كل واحدة يعني مختلفة عن الثانية. صح. كل واحدة الكاركتر بتاعها الشخصية بتاعتها تفاصيلها وده طبعا نتيجة زي ما قلت لك المايسترو محمد سامي. صحيح صحيح أكيد. احنا استمتعنا جدا وواضح ان احنا لسه هنستمتع اكتر واكتر ونعرف احداث اكتر لغايه اخر المسلسل. ما تستعجلوش ان جعفر العمده يلاقي بلال شامه عشان ايه بلال يعني ايه شويه مكمل معاه. هو قرب طبعا هيمسكه قريب قوي. أيه. بس في احداث حلوه ان شاء الله هتعجبك. لا هو ايقاع المسلسل حلو وماتش تمثيل من العيار الثقيل وبصراحه يعني مجموعه محترفين زي ما انت قلت يعني جدا. حتى وتصوير واضاءه ولوح فنيه وكتابه حاجه كده بترجعنا لمسلسلات الزمن الجميل ليالي الحلميه المسلسلات فعلا اللي هي زي ما تقول كده علامات يعني ارابيسكو كده. لبنى ونس. لبنى ونس الزميله العزيزه اللي عامله دور فاطمه ام سيف عامله دور على اعلى مستوى برضه. سيد احمد فهيم اللي عامل دور اخو جعفر العمده. احمد عبد الله. عماد صفوت. ناس كتير جدا يعني كل الناس عندها شخصياتها على اعلى مستوى يعني. صحيح. اكيد كل الشكر ليك نورتنا وشرفتنا وسعداء جدا بوجودك معانا الفنان مجدي بدر نورتنا اهلا وسهلا. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت لنا حاجة متميزة ومتفردة جدا في شهر رمضان. الشركة المتحدة قدمت لنا اسكتشات رسوم متحركة تحت عنوان الربابة مصري. الفكرة دي فكرة مبتكرة أو متنوعة عبارة عن مزج ما بين الغنى على الربابة وما بين الفولكلور الشعبي وما بين طرح موضوعات عصرية متنوعة. الربابة مصري دي بتقدم موضوعات متنوعة من خلال الحلقات اللي بينها حلقة عن مشروعات حياة كريمة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح العالم الكبير أحمد زويل مصر في القرآن حلقات متنوعة في أو عن المشروعات القومية المختلفة فكرة متميزة كده بصمتها كانت أكتر نقدر نشوف التميز فيها لما عرفنا أن شاعرنا الكبير جمال بخيت هو اللي ألف أشعارها. بنصبح على حضرتك صباح الفل والورد أهلا وسهلا بيك في صباح الخير يا أستاذ جمال. كل عليكم ازيك يا منة ازيك يا مصطفى وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. طيب
الربابة مصري، الفكرة دي ازاي جت وازاي اتنفذت؟ انا عارفة ان احنا الافكار ما فيش اكتر منها، ازاي بقى اتنفذت وقدرنا فعلا نعملها ونلحق نعرضها بعد نجاح الحلقات؟ هو الحقيقة يعني بداية الفكرة كانت عند الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة الكبيرة، والحقيقة أنا شايف إن هي أهم مخرجة للرسوم المتحركة حاليا نظرا لتاريخها العظيم وعطائها المستمر حتى طبعًا. الآن يعني فهي قالت لي يعني إحنا كنا عملنا قبل كده بالرسوم المتحركة برضو كنا عملنا مسحراتي مصر وحرتها، وطبعا إحنا عارفين المسحراتي صحبته الأساسية هي الطبلة. فهي قالت لي أنا نفسي أعمل حاجة عن الربابة، يعني يبقى عندي برضو نفس الأفكار اللي ممكن يقولها المسحراتي، نفس المعاني، نفس القضايا اللي ممكن تتناقش بس من خلال الربابة. الحقيقة كأنها دست على زرار بداخلي. أنا بعشق الربابة، أنا يعني ابن مهاجر من عمق الصعيد إلى حي مصر القديمة، اتربيت في حي مصر القديمة وكانت الربابة جزء أساسي من أفراح الصعيدة في هذا الحي. انبهرت بعمالقة الربابة، وكان منهم مثلا حفني أحمد حسن الرئيس حفني زي ما بيقولوا صاحب سيرة شفيقة ومتولي وغيرها من الأعمال. فبدأت الحقيقة هي أول ما قالت لي أنا ما استنيتش حتى إن إحنا نشوف متعامل على طول أي جهة منتجة أو شيء من هذا القبيل. أنا بدأت واشتغلت بالفعل وكتبت مجموعة من الحلقات، ثم يعني حصل تواصل من خلال الدكتورة زينب مع السيدة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وطبقا لأنه في بروتوكول بين وزارة الثقافة وبين الشركة المتحدة كان شيء طبيعي أن الموضوع يروح إلى الشركة المتحدة اللي الحقيقة لم تدخر أي جهد في إنها تقدم هذا من أي نوع صحيح. سواء مادي أو معنوي أو عملي أو أيا كان طبعا. عشان يطلع لنا هذا العمل بالشكل اللي أنا بعتبره شكل مشرف جدا بالنسبة لي، وبعتبره من الحاجات اللي أنا بعتز بيها بما إنها تجربة جديدة بالفعل يعني. طب أستاذ جمال أنت يعني إزاي ترجمتوا موضوعات زي حياة كريمة مثلا، موضوع ربما يكون صعب ان انت تترجمه لشعر او تترجمه لابيات متناسقة متناغمة علشان يتعمل، موضوعات زي احمد زويل زي محمد صلاح، ازاي نعمل ده ونقدمه بقالب بسيط بيتعزف على انغام الربابة ويقدم بهذه الطريقة السهلة؟ هو شوف هو يعني هقول لك الحكاية دي حاجتين. الحاجة الأولى هي المخزون اللي بيبقى جوه الشاعر، يعني أنت جواك مخزون تراثي. الربابة وشعراء الربابة زي ما بيسموهم مثلا عندنا في الصعيد عندهم فكرة اسمها الجناس، بمعنى أنك تقول الكلمة الواحدة بأكثر أو نفس الحروف كل مرة يبقى لها معنى مختلف. دي حاجة، ده ما يسمى المخزون. الحاجة الثانية الاندماج مع الواقع، انك انت صحيح عندك مخزون تراثي انما انت مش عايش هناك، يعني مش عايش في الماضي، انت عايش في الحاضر وبتشوف ملامحه وبتشوف افكاره وبتشوف ازاي انت عايز تقول ايه من خلال هذا الواقع او هذه الافكار، ايه الكلمه اللي انت عايز تقدمها. وفي الحاله دي مثلا عايز اقول انه
اختيارات الموضوعات كنت بركز في على حكايه العلم مثلا، حكايه الحضاره، كل المظاهر الايجابيه اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا وممكن نبقى محتاجينها في لحظات صحيح. الاحباط. لا، جوانا ما هو جميل وحولنا ما هو صحيح. او ما يستحق ان تسجل. واقول لك مثلا يعني حلقه احمد زويل من الحلقات اللي انا سعدت بيها جدا. أي. بس في نفس الوقت هو أي. القيمه هنا بتاعه احمد صحيح. زويل، قيمه العلم اللي اعترف بيها العالم كله. طب ما أي. في قيمه تانية في الرياضه برضو محمد صلاح. او بالتاكيد يعني هي معاني كتير جدا يا استاذ جمال، ما حدش كان يعرف يترجمها غير قلم حضرتك شاعرنا الكبير الأستاذ جمال بخيت. شكرا جزيلا على مرورك معنا في صباح الخير يا مصر، وأيضا على المشروع الجميل الربابة مصري اللي أنتجته الشركة المتحدة. أكيد. مشاهدينا كنا موجودين معكم النهاردة على مدار ساعتين من الساعة 8 للساعة 10. حلقتنا خلصت، لكن هنشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.